دافع المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية الإيرانية مسعود بيزشكيان عن الأقليات العرقية والدينية في البلاد، مهاجما في الوقت ذاته تعاطي النظام مع هذه الأقليات. وخلال المناظرة الأولى ضمن الجولة الثانية للانتخابات مع منافسه المحافظ سعيد جليلي، أكد بيزشكيان أن المشاركة الشعبية المنخفضة في الانتخابات مقلقة، موضحا أن السبب في ذلك هو عدم منح القوميات والمرأة المكان المطلوبة في المجتمع. وقال بيزشكيان إن عدم مشاركة 60% من الشعب في الانتخابات يشير إلى أن هناك خللا في إدارة البلاد. بدوره طالب المرشح المتشدد سعيد جليلي بدراسة أسباب المشاركة المنخفضة في الانتخابات ومعالجة الخلل. وعن حقوق الأقليات أكد جليلي ضرورة منح حقوق أهل السنة وكل المكونات، مشددا على أن هذه من مسؤولية الحكومة ويجب ألا تستغل خلال فترة الانتخابات. وأضاف جليلي أن أهل السنة والجماعات العرقية لها حق سواء صوتت في الانتخابات أم لا.